السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هوريكم شوية مشتريات خاصة بالعناية بالبيبي. كمان في اخر الفيديو لو عندك مشكلة في الرضاعة الطبيعية هقولك على منتجات حاجات هتساعدك جدا اللي انت تخطي المشاكل اللي بتحصل اثناء الرضاعة. الحقيقة انا عايزة الاول اقول لكل ام حامل ربنا يقومك بالسلامة ان شاء الله، وكل واحدة نفسها تبقى حامل ربنا يرزقها، وكل واحدة قامت بالسلامة الحمد لله على سلامتك. والمسؤولية كترت جدا والوقت بقى ضيق والنوم بقى خلاص يعني مفيش. انا الحقيقة بحاول ان انا اكون معاكم بس للأسف الوقت بقى ضيق جدا جدا. النهاردة حابة اوريكم شوية حاجات انا اشتريت منها حاجات، وحاجات جات لي هدايا اجربها. الحقيقة في حاجات ما حبيتهاش، وانا عامة المنتجات اللي هي بتاعت البيبي كده ما بحبش استعملها كتير. يعني البيبي بيبقى حساس في بداية العمر. استعملت طبعا انواع حفاضات كتير جدا وما حسيتش ان في نوع عن التاني بيفرق قوي. يعني في حفاضات بيقولوا ان هي قطنية ولازم تستعمل في بداية الولادة وكده. يعني على اي حال من الاحوال استعملت انواع كتير جدا وبرضو بيحصل حساسية وبيحصل يعني اللي هو التهاب الحفاضات مهما استعملت الانواع ديت. علشان كده اهم حاجة ان انت دايما تحافظي ان انت تغيري دايما للبيبي باستمرار. كمان لو هتستعملي اللي هي الوايبس او المناديل المبللة اوريكو شكلها. ده كيس كده جالي من جونسون. المناديل دي بتكون اهم حاجة اللي انت تتأكدي ان هي خالية من الكحول وخالية من العطور. احنا يعني مش عايزين نزود حساسية او التهابات في المنطقة دي، ولازم نخلي بالنا كويس جدا. ده بيكون شكل المنديل وريحته الحقيقة مش زي خالص الحاجات منتجات جونسون. عارفين ريحة البيبي كده دايما بتفكرني بال يعني منتجات جونسون معروفة ان هي ريحتها حلوة جدا، بس المناديل دي ملهاش ريحة، ريحتها رايحة كده. اما بقى الحاجات اللي هي زي سائل الاستحمام والشامبو والحاجات دي لا، فيها ريحة، ريحة جونسون اللي احنا عارفينها. ده سائل الاستحمام وبيكفي جدا ان انت تحطي مثلا نقطتين في البانيو بتاع البيبي وانت بتحميه. مش عايزين نكتر من المنتجات دي، يعني برضو مهما كان هي مواد كيميائية قوية صحيح هي خصيصة للبيبي، بس يعني الافضل ان احنا ما نكترش منها. وانا الحقيقة ما بستعملش شامبو خالص، يعني بكفي جدا صابون الاستحمام ده او سائل الاستحمام ده. ده طبعا زيت جونسون ولا غنى عنه، حلو جدا، والعبوة بتاعته دايما كده بتبقى رخمة في الفتح شوية، لازم نضغط عليها لجوه عشان تتفتح. ولما كنت في المستشفى هم نظامهم ان هم بيحموا البيبي بيدهنوا له جسمه الاول كله بزيت جونسون ده قبل الحموم، وبعدين بيحطوا في الطبق او البانيو بتاع الاستحمام بيحطوا نقطتين كده من سائل الاستحمام ده. دي صابونة، وبرضو الصابونة ملهاش اي ريحة الحقيقة. يعني صعب اللي احنا برضو نستعمل صابونة مع البيبي وكده، بس يعني مفيش مشاكل. ودي كانت الحاجات اللي من جونسون، ودي جات لي هدية. بعد كده الحاجات اللي هي خاصة بالرضاعة دي طبعا اللي هي الامهات اللي بترضع عارفاها، ودي مهمة جدا لو انت مثلا هتخرجي او حاجة لازم تبقى معاكي. مهمة وخصوصا في فترة الولادة الاولانية. ده نوع تاني من المنتجات اسمع عنه اللي هو هيمالايا. اسمع عنه ان هو يعني ما فيهوش كيميكال ضار قوي زي جونسون وكده، يعني ظريف اكتر، يعني شويه يعني يبقى مناسب للاطفال شويه اكتر. برضو كل حاجه منه كده عبوات صغيره، بس الحقيقه يعني انا ما حسيتش ان ريحته يعني زي ريحه البيبي. يعني احنا كلنا متعودين زي ما قلت لكم على جونسون. ده الشامبو كده عامل زي جل شويه، وصراحة ما حبيتش ريحته قوي، يعني ما حسيتش ان هو ليه علاقة بالبيبي قوي.
فالافضل زي ما قلت لكم اللي احنا دايما نجيب حاجات بسيطه جدا وما نكترش المنتجات دي، وخصوصا في بدايه العمر مفيش داعي. يعني الطفل بيبقى محتاج حاجه بسيطه، شاور كل يوم، ولكن بس بنقطتين سائل الاستحمام في الميه، مش لازم نحط له شامبو على شعره خالص الفتره الاولانيه. ودي وجهه نظري طبعا، كل ام بتبقى قادره بابنها. ده اللوشن، اللوشن ده كويس مفيش منه مشاكل. طيب انا جربت الحاجات دي، وفي حاجات بقى عندي منها عبوات كبيره. العبوات الصغيره دي صراحه بتنفع لو انت خارجه مثلا رايحه للدكتور ولا حاجه، اول شهرين دول للخروج كله للدكتور، من المستشفى للبيت ومن البيت للمستشفى، مفيش اكتر من كده. وبرضو خلي كده كل حاجة محطوطة، ودي برضو عبوة كده هنية. وده نوع تاني من الحفاضات، بيبي جوي. الحقيقة انا لما استعملته انا جبت منه عبوة كبيرة، يعني عارفين مش بيمتص قوي برضو البلل. وعلى اي حال من الاحوال اللي انت مش هتسيبي ابنك او بنتك اكتر من 3 4 ساعات لازم تغيروا له باستمرار. والغيار الافضل يكون ان انت بتغسلي بميه وبعدين بتنشفي باي حاجه قطن، ولو انت بره طبعا مش هينفع غير ان انت تستعملي الوايبس. يعني بيبي جوي معقول، يعني مش وحش قوي. والحقيقة انا حسيت ان كفاءة الحفاضات كلها يعني واحدة، يعني ما بيلحقش، يعني الطفل ما بيلحقش يلبسها اصلا، يعني المفروض تغيري كتير. ودي كده شنطة من ديتول كان فيها حاجات تانية بس صراحة مش عارفة راحت فين، استعملتها ومرجعتهاش تاني مكانها. وطبعا ديتول حلو جدا بيشيل البكتيريا وكده، فبرضو ده ممكن تستعمليه كسائل استحمام. وبرضو ما نكترش من استعمال اي حاجة، يعني صراحة بشوف أمهات بتستعمل المنتجات دي بشكل كبير جدا لأولادها، يكون كده ملمسه جل كده، والحقيقة هو قريب جدا من بتاع الكبار. يعني كمان هدية كده كتيب، والله يعني كتيب لذيذ يعني، وفي معلومات كويسة عن ازاي تعتني بالبيبي وبشرة البيبي والحفاضات والكلام دوت، بيتكلموا فيه على حاجات مهمة جدا، نصائح. يعني خدت جولة كده في الكتاب، قريت شوية فيه. أهم حاجة بقى برضو كل أم ما تنسهاش موضوع التطعيمات، تطعيمات الأطفال. طبعا هما بيطعموا في عند الولادة، وتطعيم عند شهرين وأربع شهور. كاتبلك بقى هنا في الكتاب كل حاجة بيطعموا ضد ايه وكده، وبيخليكي تكتبي علشان ما تنسيش. من الحاجات برضو اللي كويسة جدا لالتهاب الحفاضات كريم اسمه سودو كريم. كريم ده مشهور جدا، وكمان مشهور جدا في السعودية. يعني اعرف ناس مجرد ما يعرفوا حد رايح السعودية هتلنا معاك سودو كريم، بالرغم ان هو موجود في مصر وموجود في حتت كتير، يعني تقريبا موجود في الصيدليات بشكل كبير، ولكن هو شهير جدا هو بيقضي على التهاب الحفاضات. ولكن من طفل للتاني بيختلف، يعني انا صراحة ما مشيش مع بنتي. يعني هو كريم تقيل كده زي ما هوريكو، عارفين كريم نيفيا كده بتاع زمان الازرق ده، كريم كده تقيل او او على البشرة، يعني بحس ان البشرة مش بتمتصه كويس. ولكن اغلبية الناس اللي اعرفها بيشكروا فيه جدا، ولكن انا من زمان لما مجرباه يعني ما حبيتوه الصراحة. هو مكتوب عليه لالتهاب الحفاضات التهابات سطحية، يعني لو التهابات جامدة مش هيعمل اي حاجة، يعني هو زي ما يكون كده مرطب قوي، ولكن مش كل انواع البشرة بتستحمله، ومش كل انواع البشرة بيجيب معاها نتيجة. العبوة الصغيرة دي عبوة مجانية، انا صراحة كان عندي منه الكبير وما بحبتوش. يعني تعالوا بقى نتكلم عن الحاجات الخاصة بالرضاعة الطبيعية. دي مضخة للثدي كده يدوية، لو عندك مشاكل في الرضاعة وعايزة تحتفظي بكمية من الحليب في وقت تاني، يعني او مش قادرة ترضعي طفلك، فالحل الامثل ان انت تشفطي الحليب ده عن طريق المضخة اللي زي كده.
المضخة دي بيجي معاها بيبرونة وبتتركب فيها وتحتفظي بيه الحليب وتقدري تديله لطفلك. بيتم الشفط على ان انتي بتضغطي على المضخة دي. الحقيقة اللي هي دوية متعبة شوية. بعد ما اشتريتها اكتشفت ان في بيتباع منها كهربا، بس الكهربائية بتاعتها غالية، يعني دي كانت ب200 وشوية تقريبا ريال، الكهربائية كانت ب1000 ريال تقريبا. فصراحة يعني ما حسيتش ان هي ممكن تستاهل المبلغ ده، فجبت ديت وهي بتمشي الحال. كمان من الحاجات اللي بتساعد جدا وخصوصا في بداية الرضاعة خالص، في اول ايام الرضاعة، الحلمات اللي هي الصناعية دي، وخصوصا للامهات اللي هم الاول مرة قبل ما الطفل يتعود، وبنتي برضو جسمك يتهيأ، بتركبي الحلمة الصناعية ديت وبتقومي بالرضاعة بيها. لو عندك مشكلة في التشقق او شكل الحلمة مش بارز او كده وكافي للرضاعة، دي بتساعد جدا. دول كانوا كده 2 جايين مع بعض. كمان لو عندك مشاكل في التشققات او كده، كريم ميبو ده كويس جدا. الكريم ده معروف ان هو للحروق وبيستعمل تقريبا، موجود في كل بيت يعني، الكريم ده مشهور جدا. هو معمول من الاعشاب، حتى ريحته عاملة زي السمسم كده، عاملة زي الطحينة شوية، حتى شكله اوريهولكو ده بيكون ملمسه. والحقيقة من الحاجات المفيدة جدا لتشقق الحلمات واللي بيحصل أثناء الرضاعة وخصوصا في الفترة الأولانية، فده من الكريمات المهمة جدا اللي يكون عندك. حابة بس أقولكوا على حاجة قبل ما أخلص الفيديو. لما تيجي تشتري مناديل مبللة أو اللي هي الوايبس عشان تستعمليها لطفلك، تأكدي ان هي مكتوب عليها خالية من الكحول وخالية من العطور علشان ما تسببش حساسية، لان زي ما قلت لكم بشرة الاطفال في السن الاولاني ده بتبقى حساسة جدا. اتمنى لكم ان شاء الله كلكم الصحة والسعادة ليكم ولاولادكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.